السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات مدرسة دار المعارف، أهلا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي. النهاردة يا شباب أول درس في قسم التاريخ. أوكي، هنتكلم عن درس وحدة شعب. هنتكلم عن بداية من ظهور الإنسان، أوكي، ثم استقراره في الوادي، ثم تكوين أول وحدات سياسية في التاريخ داخل مصر. هنبدأ بس أول نتعرف على إن الإنسان المصري عرف أساس إن أي تقدم هو التعاون بين الأفراد. فبدأ التعاون بين الأفراد واتنقل الإنسان من حياة الترحال إلى حياة الاستقرار، وعرف الزراعة والكتابة والمعادن، وبعد كده كون أول حضارة اللي هي الحضارة الفرعونية في مصر، واللي ساعدهم طبعا على كده نهر النيل والموقع والمناخ والموارد الطبيعية. هنقسم العصور التاريخية لعصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. الفاصل ما بينه هي معرفة الإنسان للكتابة سنة 3350 قبل الميلاد. يعني أنا عندي كده حد فاصل سنة 3350 قبل الميلاد، أوكي؟ قبليها الإنسان ما كانش يعرف الكتابة، فهي عصور ما قبل التاريخ. أوكي؟ بمجرد معرفة الإنسان الكتابة في السنة دي 3350 بقت اسمها عصور تاريخية. طيب، هنبدأ الأول بالعصور، عصور ما قبل التاريخ طبعًا. أول حاجة عندنا هي العصر الحجري القديم. أوكي؟ اولا الانسان كان بيتنقل من مكان لاخر بحثا عن الغذاء والماء، فهو عاش حياه ترحال، بيبقى موجود في مكان عايش فيه بيبحث عن الماء والغذاء، خلص الميه والغذاء اللي موجود في المكان ده بيتنقل لمكان تاني وهكذا. اوكي، خلال العصر ده كان الانسان دائم التنقل بين الهضاب على جانبي نهر النيل، ولسه ما وصلش لنهر النيل. طبعا كانت شغلته هي جمع الثمار وصيد الحيوانات. اوكي، طبعا الحياه اللي عاشها طبعا ان هو كان بيسكن الكهوف، اوكي، وصنع ادواته من الاحجار واستخدمها في عمليه الصيد، وبدا يكتشف النار واستخدمها في الطهي والتدفئه وابعاد الحيوانات المفترسه. اتطور الانسان اكتر ودخل في العصر الحجري الحديث. اوكي، في نهايه العصر الحجري القديم وبدايه العصر الحجري الحديث حصل حاله من الجفاف على الهضاب، يعني المطر ما بقاش بينزل، فما بقاش في نبات طبيعي بيطلع، فاضطر الانسان ان هو يهجر الهضاب ويبحث عن مورد تاني للغذاء، فنزل على الوادي وهناك عرف الزراعه وانتج الحبوب وزي القمح طبعا والشعير والكتان، وبدا في تربيه الماشيه والاغنام والماعز، وبدات تظهر القرى، وعرف بعض الصناعات زي صناعه الاواني والنسيج والملابس طبعا من الكتان، وبدا بدايه لبناء القبور لدفن الموتى. دخلنا بعد كده ان مجموعه الناس اللي اتجمعوا مع بعض عشان يزرعوا فضه البيوت تكتر والعائلات تكتر، فبداوا يكونوا القرى. فبعد نزول المصري الى وادي النيل تعلم الزراعه والاستقرار، وهناك بدا يشيد البيوت فتكونت القرى واتجمعت القرى مع بعضها. اوكي، وكان لكل قريه معبود خاص بيها، وكان بتتميز الحياه بالتعاون ما بين سكانها. القرى اتجمعت مع بعض وعملت مدن. اوكي، فلو جالنا حتى السؤال بما تفسر ظهور المدن بسبب تكون او اتساع القرى وزياده عدد سكانها. اوكي، اتكونت القرى او جمعت القرى مع بعض وزاد عدد سكانها فشكلوا مدينه، وكان لكل مدينه نظام بيحفظ حقوق الافراد اللي عايشين فيها، فعينوا حاكم عشان يرعى مصالحها، وبدات المدينه تشرف على القرى اللي حواليها، واحاطوا المدينه بسور وكان ليهم معبود خاص. بدأت المدن تتجمع مع بعضها هي والقرى فكونوا أقاليم. أوكي؟ وكان لكل إقليم حاكم بيرعى شؤونه ومعبود خاص بيهم، وكان ليه شعار سواء من طائر أو حيوان أو نبات، وعاصمة وجيش بيحميها. أوكي؟ اتكونت الأقاليم في مصر في شكل 42 إقليم بالمناسبة. يعني مصر كان فيها 42 إقليم منذ بداية نشأة الأقاليم المستقلة لحد نهاية العصر الفرعوني، يمكن كمان استمر النظام ده ايام البطالمه والرومان، وهنتكلم عنه بتفصيل ان شاء الله خلال السنه دي. سنه 42 قبل الميلاد 4242 تمكن احد حكام الوجه البحري او احد حكام الاقاليم في الوجه البحري من هو يوحد كل اقاليم الدلتا وضم معها اقاليم الوادي، وبدا يعمل وحده سياسيه في مصر، اول وحده سياسيه عرفتها مصر. اوكي، وعمل لها عاصمه في مدينه انهوليوبلس اللي هي عين شمس دلوقتي، وده ما تبقى من اثار المدينه دي.
الا ان الحاكم اللي قدر ان هو، اللي طبعا بالمناسبه احنا ما نعرفش اسمه، يعني ما وصلناش اسمه، احنا عارفين بس ان هو ظهر سنه 4242 وعمل العاصمه بتاعته في انه هليوبوليس. بمجرد وفاته انقسمت مصر لمملكتين، مملكه في الشمال ومملكه في الجنوب. بالنسبه لمملكه الشمال كانت العاصمه مدينه بوتو في كفر الشيخ حاليا، اوكي، والتاج لونه احمر، الشعار بتاع المملكه كان نبات البردي، والمعبود اللي كانوا بيعبدوه كان ثعبان الكوبرا. والناحية التانية في الوادي تكونت مملكة الجنوب، عاصمتها كانت نخب قرب الأقصر حاليا، لون التاج كان أبيض، الشعار كان زهرة اللوتس، وعبدوا أنثى النسر. فضل الوضع على كده لحد لما تمكن أحد ملوك الجنوب، أوكي، نارمر، اللي خرج من مدينة طيبة وحقق النصر على مملكة الشمال، وحقق أول وحدة ما بين الشمال والجنوب اللي استمرت طول العصور القديمة في مصر سنة 3200 قبل الميلاد. أوكي؟ لقب نفسه بعدة ألقاب، صاحب التاجين، لأن هو دخل التاج الأبيض مع التاج الأحمر، فأصبح بيملك أو بيرتدي التاج المزدوج رمز لوحدة الشمال والجنوب. أوكي؟ وملك الأرضين طبعًا اللي هو المقصود بيهم الشمال والجنوب، وثعبان الشمال ونسر الجنوب ده أحد ألقابه برضه. أوكي؟ لأن هو أصبح المعبود ليه المملكتين اللي تم توحيدهم، وملك مصر العليا ومصر السفلى. بالمناسبة مصر العليا كانت هي الوادي اللي في الجنوب، ومصر السفلى هي كانت الدلتا اللي في الشمال. طبعا الملك مينا أو نارمر. أهم أعمال مينا إن هو أسس أول أسرة حاكمة في تاريخ مصر، الأسرة الأولى، وأنشأ العاصمة الجديدة بتاعته مدينة منف. منف لما جينا نترجمها هي اساسا كان اسمها من نفر، اوكي، العرب سموها منف، ودي معناها الميناء الجميل او قلعة الجدار الابيض. بعد الاسرة الاولى ظهرت الاسرة الثانية اللي حافظت على الوحدة بين الشمال والجنوب، اوكي، والوحدة والاسرتين دول الاولى والثانية شكلوا مع بعض ما عرف بالعصر العتيق. نحن نقسم تاريخ مصر يا شباب لاربع عصور، اوكي، بيتخللهم ثلاث عصور ضعف، اوكي، يعني هما كلهم سبع عصور. هنبدا الاول بالعصر العتيق، اوكي، بعد كده هيجي لنا عصر بناة الاهرامات اللي هو عصر الدوله القديمه من الاسرات من ثلاثه لسته، ثم عصر الضعف الاول او عصر الاضمحلال الاول اللي هو بيشمل الاسرات من سبعه ل 10، اوكي. هيجي بعد كده عصر قوه، يعني خلي بالك عندنا عصر قوه بيدي ضعف، قوه بعديه ضعف، قوه بعديه ضعف. فاحنا عندنا العصر الثالث بقى بالنسبه لنا او الرابع بالنسبه لنا هيكون عصر الدوله الوسطى اللي هو بيشمل الاسرتين ال 11 وال 12، اوكي. ثم بعد كده هيجي عصر الاضمحلال الثاني اللي هيظهر فيه الهكسوس وهيحتل جزء من مصر، اللي هو بيشمل الاسرات من 17 عفوا من 13 ل 17، اوكي. ثم بعديه عصر قوه اللي هو عصر الدوله الحديثه او المجد الحربي اللي هو الاسرات 18 19 20، واخيرا عصر الاضمحلال الثالث او عصر المتاخر اللي هو بيشمل من الاسرات ال 21 لحد الاسره 30 اللي بتشكل نهايه التاريخ الفرعوني في مصر. اوكي، احنا كده خلصنا الدرس الاول وحده شعب، ان شاء الله هنخش بعد كده على درس عصر الدوله القديمه او عصر بناه الاهرامات. تم الاستعانه لاعداد هذا الفيديو بكتاب المدرسي وبكتب مدرسه دار المعارف. إن شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي في عصر بناة الأهرامات الدولة القديمة. فإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.